انما الاعمال بالنيات، نيه لاعبي النادي الاهلي. ايوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكل الناس مبسوطه وكل العرب مبسوطين والزملكاويه والاهلاويه، ويوم جميل جدا جدا الحمد لله. الاهلي كده خلاص بطل الكاس، الاهلي بطل الكاس، وكانت كوره يعني كوره يعني شايفينها اهوت يا جماعه، كوره متشافه يعني جميله جدا. يعني الراجل ايه هيعمل اكتر من كده، هيعمل اكتر من كده، دخلت الجون اهيت يعني خلاص اهيت. ايوه شوت في الجون وتعدي. ايوه 2-0 لصالح النادي الاهلي. وقفشه والقاضيه وحكايه القاضيه، والحمد لله يلا لايكات كده، والحمد لله الحمد لله. كنا محتاجين الفرحه دي.